الجولة الصباحية مع مراسلنا من الموصل الحبيب عماد الأمين. نعم، صباح الخير عليك يا عماد. صباح الخير زينة، صباح الخير حيدر، صباح الخير. صباح الخير عماد. من يتابع ويشاهد قناة العراقية. نعم. من مدينة الموصل، من عروس العراق إلى مدينة السلام إلى بغداد. نعم. نعم. الآن في أقدم أسواق مدينة الموصل. نعم. هو سوق الصاغة. نعم. هذا يعني لنقدم نبذة تاريخية عن هذا السوق. هذا السوق يعني يصل عمره إلى تقريبا 120 عام أو يزيد بقليل. هذا السوق يقع بمثلث داخل قلب مدينة الموصل القديمة، نستطيع أن نقول بين شارع النجفي وشارع السرشخانة وأيضا شارع غازي. هذا السوق يمتلك تقريبا بحدود 1500 محل للصاغة، محل تجاري للصاغة. من المبادرات الإنسانية والجميلة طبعا بعد أن دمر هذا السوق بالتمام أثناء عمليات التحرير في مدينة الموصل من قبل العصابات الإرهابية داعش التي سرقت الكثير من المحلات ودمرت الكثير من المحلات، كانت هناك مبادرة جميلة ورائعة. المبادرة بدأت بها بلدية الموصل بإعادة البنى التحتية، وما زالت هي مستمرة في إعادة هذه البنى التحتية لهذا السوق العريق الشريان المهم والاقتصادي في مدينة الموصل. والمبادرة الأجمل قبل أيام أو قبل يعني أقل من شهر، كانت هناك مبادرة جميلة ورائعة، مبادرة لعودة الحياة الاقتصادية داخل هذا السوق. هو مبادرة من قبل أصحاب أملاك هذه المحلات بإعطاء فرصة لعودة السوق من جديد، ونقول بإعفائهم من البدل الإيجاري لمدة سنة كاملة مجانا، طبعا كهرباء وماء، وحتى على ما أظن هناك حتى أصحاب المولدات الأهلية هناك عفو لمن يعود إلى هذا السوق. هذا السوق يعد من الأسواق المهمة الاقتصادية المهمة في مدينة الموصل، طبعا له إرث تاريخي وحضاري مرتبط في هذا بهذه المدينة. اليوم نستطيع أن نقول تقريبا جزء مهم في هذا السوق عادة يعني يبث الشريان الاقتصادي داخل مدينة الموصل. وللحديث عن هذا الموضوع سوف يكون لنا هناك جولة والحديث مع عدد من الصاغة، طبعا راح يكون معايا أستاذ سيف، يا ريت تكون معايا. هذه الجولة الصباحية داخل أقدم أسواق مدينة الموصل، ويعد السوق الثاني بعد سوق السرشخانة وسوق شارع النجفي. معايا أحد الصاغة، نقول لك صباح الخير من قناة العراقية أخي الكريم. صباح الخير على العراق، صباح الخير على موصلنا الجميلة، صباح الخير على أخواننا الصاغة من سوق الصاغة، المنطقة القديمة، السوق التاريخي اللي الموصل معروف عنه مدينة الحدباء. هذا سوق تاريخي وسوق يعني تراثي مثل مدينة الموصل. مبادرة جميلة من أصحاب الأملاك الصاغة الموصل، تبرعوا لمدة سنة كاملة دعم لإخوانهم الصاغة بدون أجور. يعني أستاذ الكريم، يعني لو نتحدث عن عمل الصاغة في مدينة الموصل، أكيد عمل الصاغة عمل مميز، وهناك من يصدر هذا الإنتاج إلى محافظات الشمالية وحتى خارج القطر. يعني عمل الصاغة عمل دقيق في مدينة الموصل، معروف من زمان. خلي شوي نرجع بالتاريخ العمل. طبعا هي الصياغة حرفة وقبل أن تكون مهنة. امتازت مدينة الموصل بدقة العياء وبدقة الشغل العمل بها، وكانت الموصل يعني المحافظات العراق كلها تتعنى لها على العياغ المضبوط بالذهب والصياغات اللي يتفننون بها صاغة عندنا، لأنه ماخذية أبا عن جد، لأنه هذا السوق مو مال سوق يعني لمئات السنين امتاز. أنا حسب علمي وحسب معلوماتي البسيطة هناك زنجير خاص باسم زنجير الموصل، يمكن ما طبعا الحجل الموصلي يمكن أيضا طبعا. يا ريت أسمع منك عن هذا الموضوع. طبعا زنجير الموصل يعني أصعب الحاجات اللي تشتغل يعني هاند ميد، يعني شغل يدوي فعلي. هذا الزنجيل اللي يختص بينه أهل الموصل فقط، زنجيل الموصل الحلقات الناعم. هذا يجي من احتراف الصايغ، لأنه شغله صعبة بشكل، وشغل الموصل يمتاز بالعياغ وبالدقة وبالجمالية. وعن باقي المخشلات الذهبية شنو المخشلات عندنا؟ عندنا مخشلات اللي هو الشلاب، اللي هو الحجل، اللي هو الـ مثلا الجوزات، المقالد، الحزامات.
هذه كلها يعني فصالات قديمة، ولحد الآن ما شاء الله الصياغ أبا عن جد يتوارثوها، ولحد الآن محترفين باي الصنعة اليدوية. شكرا شكرا جزيلا أخي الكريم. إذا مستمرين في هذه الجولة الصباحية داخل سوق الصاغة، فيا ريت يكون معنا أحد الصاغة. حجي تفضل، بس أريد أتكلم معك. تفضل حجي. أكو فد ميزة بداخل سوق الصاغة، أنه أبناء الصاغة هم من يعملون في داخل السوق، وغريب ممنوع يدخل. نعم عماد. نعم لا حال حاضر عماد، يعني المهنة. أسمعك زينة. نعم أسمع زينة. أسألنا المواطنين أو الصياغ، ارتفاع الدولار هل أثر على حركة البيع والشراء في السوق؟ أكيد نعم. زينة خلي نسمع هذه الفقرة المهمة، أنه أبناء الصاغة هم من يديرون السوق بالتحديد. نعم. وعدم دخول الغريب إلا ما ندر. حجي نسمع منك وبعدين نتحدث عن التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لأهل الموصل عموما والعراقيين بصورة خاصة، مهنة الآب هي المهنة الأولى قبل أن تكون غير من المهن. يعني لو نلاحظ الصيادلة والأطباء والمهندسين أو أساتذة الجامعة، نرى أن أولادهم سواء بناتهم الأغلبية ساحقة يمتهنون، فحالهم حال الصاغة حالهم حال البقية. وبالنسبة لقلة قليلة دخلت للسوق يعني كعامل اشتغل. نعم واحترف المهنة. حجي سؤالي لك، ارتفاع الدولار او ارتفاع الاسعار في مدينة الموصل هل اثر اقتصاديا على البيع والشراء واقبال الناس بالنسبة للذهب؟ بالنسبة للذهب سعره ثابت عالميا على الدولار. نعم. وحتى بقية البضائع، فلما يرتفع الدولار ترتفع البضاعة، ولما ينخفض تنزل. زي ما ترتفع البضاعة الاقبال شلون يكون على المادة على المخشب؟ شوية يضعف بصورة. نعم. عامة يضعف. يعني القدرة الشرائية يكون ناس رواتبها كلش ضعيفة، ما يقدر يجي اللي راتبه مثلا 500 ألف بالشهر وعنده عائلة ورجل كبير بالعمر وخصوصا المتقاعدين، هي أدوية ما تكفي طبعا، يقلع عنها هكذا أمور. شكرا حجي. إذن زينة طبعا هذه الأسئلة اللي طرحت أمام الأخوة في سوق الصاغة، وهم يعني ممتنين جدا من أصحاب الأملاك بهذه المبادرة القيمة، ونتمنى يعني أن تكون المبادرة أوسع داخل سوق الصاغة القديم. وأيضا هناك بعض الملاحظات أنه يتمنون أن يعود تراث هذا السوق من جديد بطراز معماري جميل قديم. نعم زينة. نعم طيب تقدر تسأل لنا الصاغة اللي عندك سؤال جدا مهم، اللي هو الذهب المستورد من خارج العراق مثل التركي والإيطالي والإماراتي والأنواع. نعم. الأخرى. نعم. عليها أقبال من المواطنين. نعم. أكثر من الذهب العراقي. نعم. أو اللي مصنوع بالحرفة اليدوية. نعم جميل جدا هذا السؤال. طبعا مع أحد الشباب اللي يعملوا في مهنة الصياغة، سؤالي لك، البضاعة الأجنبية الإماراتية الخليجية التركية البضاعة الأخرى، كيف إقبال الناس عليها؟ هل يعني تبحث عن البضاعة الأجنبية أم البضاعة الموصلية أو المخشلات الموصلية العراقية؟ عوائل مدينة الموصل هي مميزة، لازم تاخذ شيء مميز. فالبضاعة اللي تدخل على السوق هذه البضاعة يعني ما راح تكون محبوبة لي العائلة الكريمة، فأغلبية الصاغة بداخل هذا السوق هم ما يستوردون هذه الصاغة. يعني يشتغلون بيدهم أكثر يعني. أكيد المهنة قبل الشغل الموصلي أكثر يعني. بالتأكيد لازم العائلة تريد شيء مميز حتى يكون هم أصلاً مميزين، فلازم يريدون شيء مميز. نعم. اذا زينة يعني مثل ما تحدث الاخ الكريم، هناك يعني انواع من المخشلات الذهبيه داخل هذا السوق متميزه في صناعتها ابناء هذا السوق بالتحديد. ونعم الذهب الخليجي او الذهب الاماراتي او الذهب التركي حسب السعر اللي يطرح في داخل هذا السوق. نعم شكرا. نعم. لك عماد الأمين مراسلنا من الموصل الحبيبة، بلغ تحياتنا وتحيات كادر برنامج صباح الخير إلى كل أهلنا بالموصل، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد ويوم مليء بالطاقة الإيجابية. وشكرا على هذه الجولة.